لمناقشة تزايد نفوذ الميليشيات في العراق في ظل تخاذل الحكومة، ويعني يبرره المراقبون بالتخادم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أوسلو الكاتب الصحفي داود البصري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أستاذ داود، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قال إن الميليشيات أو الميليشيا باتت أكثر حزما في مواجهاتها المسلحة مع القوات الأمنية. لماذا تتغاضى الحكومة عن هذا النفوذ المتنامي للميليشيات والحزم الذي بات فوق الدولة؟ لأن الموضوع باختصار أن الدولة هي دولة الميليشيات، والحكومة حكومة الميليشيات، وهذه الحكومة بالذات حكومة الإطار التنسيقي هي حكومة ميليشيات إيرانية واضحة بطائفيتها، بشكلها، بتركيبها، بترتيبها، ورئيس الوزراء الحالي مجرد واجهة ولا يملك من امره شيء مثل رؤساء الحكومات الاخرين. يعني فالجماعات الطائفيه وجماعات الحشد الشيعي بالذات هي صاحبه السطوه وصاحبه الصولجان وصاحبه كل شيء في العراق، لذلك الحكومه العراق ضعيفه جدا امام هذه الجماعات. تصور حتى في زمن حكومه الكاظمي كانوا يهجمون عليه وعلى بيته وعلى منطقه خضراء ويذلونه ويبصقون على صورته ويمزقون صورته امام القوات الحمايه ولا يفعلون لهم شيئا. إذن هذه الميليشيات قد تغولت بالكامل لأنها مدعومة من الجانب الإيراني، ولأن الدولة دولة الميليشيات الإيرانية بكل اختصار، يعني ولا داعي للفلسفة واللف والدوران، إنها دولة الميليشيات الإيرانية الحاكمة والمهيمنة والمسيطرة في العراق والمدعومة للأسف عربيا أيضا وإقليميا، وهذه هي المأساة. يعني أنت بهذه الإجابة سيد داود تكون قد أجبت عن الأسئلة التالية، لكن سأطرح الأسئلة بشكل آخر. إذا كان الحل في حصر السلاح بيد الدولة، وسمعنا عن ذلك مرارا من أكثر من رئيس حكومة سابق وحتى الرئيس الحالي للحكومة، لماذا لم تتحرك الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها حكومة السوداني رغم هذه الوعود لحصر السلاح بيدها؟ كما أسلفت سابقا، هذه الحكومة حكومة إنتاج إيرانية بحتة، لا يمكن أن تحارب نفسها، لا يمكن أن تضرب الرصاص على أقدامها. هذه الحكومة اجت بمظهر مخادع أنه حكومة وطنية منبثقة من إرادة شعبية، لكن هذا القول مردود عليه ولا مصداقية ميدانية وحقيقية له، لأن هذه الحكومة كما أتلفت وكما أقول وكما تؤكد كل الوقائع والأحداث، حكومة تأخذ أوامرها من الخارج، حكومة ذيول لا أكثر ولا أقل. لذلك فإنه لا يمكن أن يسحب السلاح، وبكل بساطة لو أرادوا سحب السلاح يصدرون فتوى من جماعة النجف بنهاية قضية الحشد باعتبار انتهى داعش وانتهت الأسباب المبررة أو الموجبة لذلك. لذلك الآن في فترة جديدة ومحددة يجب أن يكون السلاح عند جهة واحدة وهي جهة الدولة، لكن هذا الأمر لن يحدث إلا في حال إسقاط هذا النظام، وإسقاط هذا النظام أعتقد مسألة شبه مستحيلة، لأن هناك دعم دولي وإقليمي وعربي له، بالإضافة إلى أنه انتكاسات شعبية داخلية وانقسامات شعبية داخلية والتحزبات مع الأسف والانشقاقات الطائفية، كل هذه أمور وأسباب قد تجعل إسقاط مثل هذه الحكومات مسألة أعتقد شبه مستحيلة، لأن الوضع سيء بكل معنى الكلمة، لأنه احنا نلوم أنفسنا ونلوم الشعب ونلوم الناس، لكن هي حكومة ليست حكومة العراقيين حقيقية، ليست حكومة سيادة وطنية، وإنما حكومة مستوردة، حكومة ذيول إيرانية بحتة. لكن كيف تقبل هذه الحكومة على نفسها، يعني أستاذ داود، أن تكون الميليشيات أقوى منها في الدولة، وهذا يؤثر على صورتها في الداخل، داخل العراق عند الشعب العراقي، وفي الخارج أصبحت الميليشيات أقوى منها بتغاضيها بضعفها، أم أنها تريد ذلك في الحقيقة؟ كما أثبت وكما أؤكد سابقا وكما أكدت وتؤكد في مناسبات لاحقة أيضا، هذه الحكومة حكومة تابعة للميليشيات، يعني الميليشيات هي نصبة هذه الحكومة وهي اللي جابتها وهي اللي حطتها وهي اللي رسمت محمد الشيعي السوداني الذي يحاول أن يخلق له تاريخ نضالي والذي يحاول أن يبرز خطوات تؤكد استقلاليته وتؤكد إدارته وقدرته، لكن كل هذه مجرد مساحيق للتجميل. هذه الحكومة حكومة ميليشيات بحتة، والواقع الدولي والواقع العربي يؤكد هذا الشيء، وحتى الدول المجاورة للعراق مثل الأردن ومثل السعودية ومثل الجوار الخليجي ومثل المصريين اعترفوا بهذا الواقع واعترفوا بهذه السلطات واعترفوا بهذه الميليشيات، بل أنهم أدخلوهم حتى في جوف الكعبة. أعتقد هذه المسألة واضحة وما تحتاج إلى دليل، والقضية إذن دخلت في إطار آخر، يعني هذه الحكومة
تدعم سلاح من؟ سلاح الميليشيات وسلاح الحكومة، والميليشيات هي اللي تدافع عن الحكومة، وحتى قوات ما يسمى مكافحة الإرهاب لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام الميليشيات. يعني كتائب حزب الله باستطاعتها تسقط الحكومة في أي وقت. جماعة العصائب أصبحت لها قوة. بل الكارثة الكبرى أن أمين عام الأمم المتحدة يجتمع مع قيادات مدانة بالإرهاب دوليا وأمريكيا مثل الخزعلي وغير الخزعلي. ماذا نسمي هذا الأمر؟ نسمي هنالك مؤامرة دولية وتواطؤ حقيقي على الشعب وعلى الحرية وعلى الديمقراطية وعلى السيادة. لذلك هذا الواقع المريض اللي يعيش العراق. أستاذ داود، بحسب جبهة الإنقاذ فإن الميليشيات مستمرة في مساعيها للسيطرة على مناطق حزام بغداد والمحافظات المنكوبة بطبيعة الحال، وهناك هدف واضح هو التغيير، إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المدن والأقضية. هل تعتقد بأن الحكومة شريكة في هذا المخطط؟ هدف هذا النظام منذ قرار الدستور ومنذ قيام الحكومات ما بعد الاحتلال هدف طائفي، حكومات طائفية وأجندات طائفية للتيار الوضع العراقي، سواء كان عن طريق الميليشيات اللي انخلقت أو عن طريق التغييرات اللي صارت أو عن طريق الحروب الأهلية اللي اندلعت. هذا الواقع الديمقراطي، واقع التغيير الديمقراطي، هو واقع استراتيجية يطبقها النظام العراقي الحالي من أجل إحداث تغيير ديمقراطي طائفي في المنطقة، في العراق بالذات. لذلك مناطق حزام بغداد أصبحت تعامل معاملة سيئة جدا، ويهجر مواطنوها ويبعد مواطنه ويقتلون. أعتقد وما حدث في جرف الصخر مسألة واضحة ومنطقية وطبيعية، وما حدث أحداث الديالة وأحداث الدورة وأحداث أخرى كلها تؤكد أن هنالك تغيير ديمغرافي يهدف إلى إبعاد فئة مهمة ومركزية ورئيسية من الشعب العراقي وإحلال الجانب الآخر الطائفي بالرؤية الإيرانية. وهذا الموضوع، يعني الصراع أصبح دخلنا في صراع طائفي مغلف بإطار وطني شفاف بحجة الدفاع عن الدولة ومحاربة الإرهاب. لكن الإرهابيين الحقيقيين هم الموجودين في المنطقة الخضراء، وهم اللي يسلحون الميليشيات، وهم اللي يهجمون على الناس الآمنين، وهم اللي هجروا. يعني هل من معقول بلد مثل العراق لا تزال بمخيمات تهجير لشعبه داخل وطنه؟ يعني هذه حادة لم تحدث إلا في إسرائيل، إلا في فلسطين المحتلة هذه حادة. أما في داخل بلد يحاول يقدم نفسه انه صاحب رؤيه تقدميه في المنطقه وصاحب صياغه اقتصاديه والسوداني يطرح مشروع للسنوات القادمه على اساس انه الاتفاقات الاقتصاديه العربيه ويجعل العراق قطب اقتصادي، بينما نص الشعب العراقي في الخيام مهجر. ماذا يعني هذا القول؟ يعني انه هنالك مخطط واضح للتغيير الديموغرافي ماشيين به ومستمرين به ونجحوا به للاسف بدعم دولي واقليمي وعربي. هي هذه المسارات الحقيقيه. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي داود البصري من أوسلو، شكرا لك.